وانا وح رنتي ومارت اباهن حكمد اي عقلي اي دادكو مركا اينا يديبو فكران حلقة ما انتا اللي جوغو ان لغو باقو وحياب انو عاسو علاد كينا يا ووح آدو حنو آد مركا وح وي لوغا مرغو دوي مركا علمد وح اتكيني ساون ان ارنتا يعني آد لوغا قرمدو او دادك اللو عقلي علي او والالتنمدية وناقي كدحيي آد لو حسوسيو ايا وضاد لشادة ايا وحو يددك اسمارت الهي ميل وضاد دجيي علمدة كلا دواني مقالة بورا مي حرونتا قبل كاودلا ياساكا كولان كوية ساي هل كان يوم مساجكا تامعي مقالة دا وحي سو سارين قدبا كلا دوان واي كقد ديگيان علادة لغا عبسيقة بغو اناي كرد عضو ديگان لدى ايا دقموين كقبل كسلل او مدوين كيو قدن بيبا بلشادة ديگان لدى سي اي هذا اللي يسكو مرينين سوسيال ميديا يغونا كوبا قي دقال وحي علمدو شاگان ان اي ارهن تاسي تهي ميت فولحن اسلام كان اي مدن تهي ان لغا ديگو ديگان لدى سي ان اي كبلا ماان دقالو يغو كد ديگي ارهن تاسي وحنا علمدن اي هقامين اي شيخ البلد كسومالان شيخ عبدالله شيخ علي جوهر يسيدو كلي علمدو كلي دواني قبل كاودل بربيلو وحال كاسي كادلي اسلام كان قدو بدا اخريي شيخ توبيع او كميد علمدو بورما ما انتو تعرضو تهي جماد الاولى لحي لباتين كيدي سنة كون افر بقول يشاني افرتن هجري قاه او واقفصن طبان كبش الله يتمناد سنة كالله وكون صدحي لباتن ما انتو حكون لسكوية مدي علمدا مقالة بورما او كلان كو قبصدي متي جامعة شعال جوهر علمدا سو هرمودو يهي شيخ عبد الله شيخ علي جوهر كلن اي جلان صابته كانتنا اي هيد حالده كسو عصبوناتي غوبلدا اودل يسلل او ددكا قار كود او ولالي هي اسكو مرنيان حدله حنف له ميديا كلن كوغا ولماد وخي كسو سارين قودبدان قودب كوباد ولماد كو جيرتي مسي جامعه مغالده بورما waxay aad iyo aad ugu xun yihiin hadalada xanafta leh ee walaal isku maranayaan miidiyaha taas oo damaqday culimada waana sababta kulan koogan maanta ay u qabsadeen ee qodobka labaad waxa culimadu ku baaqaysa in la joojiyo hadalada xanafta leh ee isku maranaya miidiyaha kuwaas oo colaad iyo dhibaato keeni kara qodobka saddexaad culimadu waxay xasuusinaysaa إن شريعة دينا وناكسني أي حارن تنميسي كعنتا في النظا هرنتا على ذها يكلفوينتا ضتك ولا لها إلى هاي ملك وضع أوري قطب كأفراد وحكوب باقيان دمان وكوب باقيان دمان دو قيدة وحجرتك إن كوا شقيان حلنتا خلافاتك جراء قطب كشناد ورمض وحكوب باقيسا حكومة سوماليلاند إن كشقيسو نبت جليدة ضتك ولا لها يكون هذا النول ديجان هذا قبل هذا أوضل يسلل أين قاعدته أو إن كجودته مسؤولية كسارن حكومة دا أو نبضين تا يولا لين تا ضتك ودجان وبلا توفيق sidoo kale inta ka dib hadalka waxa ka daba qaatay sheekh gobolka Soomaaliland sheekh Cabdullaahi sheekh Cali Jawhar iyo culimada kale ku sugnaa goobta qaar kamida qodob ay halka uu sheekhu akhriyay waa inta aan kan qaraarka aan ku gaarnay waxaan raacinayaa oo kale anigu umba ku jeedinaya umada walaalaha ah ee gobolada ee awdal iyo salaal ilaahay uu ku abuuray in ay joojiyaan awalan afxumada keenaysa halal xumada oo xumada isku dhaca dadkii is dhalay abti iyo inankiisa ahaa keenaya umada kale ay dhageysanaysaana aad iyo aad ay ula yaaban yihiin arinta in horta wax la joojiyo waan ku waa taa ugu horeysa weeye dadka waxaan ku waaninaa inay ogaadaan inay ummad islaama yihiin oo walaal ah haba kala sheegtaan qabaayil haba kala sheegsheega dadka oo reebal hal la yiraahdo laakiin wanaag Allah isku kaashada sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku yiri إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قبيلكم وحجروي لكن حكوف الرياء ومحي إسلامكم حكو اعتراف وقل يهي وأن الصبت ده تلس جيدة
أبها أوجا أوجي سكر أوجي سكر إلى هالك أتجار كريس يوحي عبد الشيء يوحي سر أو يحبذ الأحكام بذل كحرام طاي هذا يتي نصب كجور نصب كعدي الله الله يو خل خل بجور كحتى نفسي سكر على سلا دلا دل بار نصب حاجة وكي لكن ما محي وتعارف أو كل يوي هذا يوم مضى أرض العيسو سيد يسنت هاي وحلا وح جاي لهاي مجرين وح أنت عارف كأهين إن للي ما دنا معه الصبية ذي رهيب لا رهيب لا رهيب وهذا كن في محمد النبي عليه الصلاة والسلام بحوري ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية إنك دع عصبية أو يا رهيب لا يلا هذا أنا قال نجم المهابي إنك خد أنت عصبية ضاسنا أنا قال نجم المهابي مال مال ما هكما ذو حجر شيء يا يسقون عجارا عنصار يا خزر دثي ولا الله مؤمنين تها بقي برجع هنا أو سيا خزر جلور جري مركي دمرنا مجيء مهاجرين يا أنصار مسلم عين مدينة النقضي أيا في النض يا الله دحدة جاي أو سلبي يا الله دحدة جاي مركز سين قيبك هم مديه كل واقع يا الله الأنصار قيب الله وح كل واقع يا للمهاجرين والله صار شيء النبي جو في صلاة الله السلام عليه لا بد خيرنا واجي وهري حن في كده حنجر في أو سيا خزرج ودباتوين بدل الصوم مري شاهد يجي أيا جثي كل كيبو النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط صحابتي وولدنا قاركود أي الله سعدان محكوب بلا بالنبي صلى الله وسلم عليه أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما أنت دعوة دي جاهلية أو رهب راي رهب راي أتسوع لسان أو أنا أذن دحجة قبولي بل واحد وفير ستا دعوة دي جاء وحاي كل واقعين ما حي أحيد وحاي يا الله الأنصار ويا الله ويا للمهاجرين بين ما يورين قبائك أنتوا واحد أحد عضاي هيد مهاجرين إن كمذاها يعني الأنصار كمذا قريش محيقة يا حمق تسمير الإسلام بيجيب كل واقين أو أي لهذين قالنا واحد تري يا للمهاجرين قالنا واحد تري يا للأنصار مركز النبي يقولي دعوة جاهلية ويجيبه هذا تسمير هو إسلامي لكن واحد لو أذاك سدي أي أم حي هيد قضية جاهلية أحد إيسو قرمة إيسو قرمة هيد ويا مركز فول حمو أي إله ذات كولا لها إله مسا أو كعبوي gobolada oo dhil salbo wada degana in maanta dhixdooda wax laga sheegsheego oo hadalada miid ah la isku marmariyo ee waxa way foolxuma ayaanu aragnaan culimadanahay sida biyaanka ba ku taalay wax garadka dadka wax garadka aan waxaanu soo jeedinayna in arrimaha hoos dhigan oo dajiyaan dhulkii ilaahay awowyaalkoodu ku abuuray aabayaashoodu ku abuuray ay wada og yihiin iyagana ay ku abuureen maanta ay joogan waxa weeyaan in maxay haydeen nabad la adkeeyo xukuumadana sida bayaanka ba taalay inay waajib ka kaga gudbo nabadgelyada iyo dejinta inay ka gudato yaan soo jeedinayna culimada iga dambeysan waxa hadli doonaan waana wax runtii uu maarato u baahan xikmad iyo aqli iyo dadku marka inay dib u fikiraan xilliga maanta la joogo in lagu baaqo waxyaabo noocaas oo culad keenaya ووح آذحن وآد مركا وحوي لغة مرقودة وي مركا علمات وحي أتكيني ساون إن أرنتا يعني آد لغة قرمده وددك اللو عقل عليو أو ولالتين مدية وناقي كدحي آد لو حسوسيو إيا ودد لشادة إيا وحوي ددك اسمارت إلهي ميل ودد جيي وناقو ذا إن مركا وحوي لغة باغو عدكستو أو مارت ميل كهد ليساي inay kelmadda wanaagsan ay ku dhawaaqdo oo kelmadaha xun ee dhibaatooyinka keenaya uu iska ilaaliyo oo qofku noqdo qof marka waxa weeye khayrka miftaaxu ah oo nabigeena calayhi salaatu yaani qofku inuu noqdo yaani cid qof ummada anfaca oo khayru naasi anfacuhum linnaas bur nabigu calayhi salaatu wasalaam yaani qofku inuu dadka wax u kordhiyo oo wanaag u kordhiyo oo horumar u kordhiyo wax weeye maaratay wada jirkooda uu ka shaqeeyo ayaa dadka anfacaya laakiin kala xaqiintu ma anfacayso iyo hadalada xun iyo qabiilka lagu maaratay lagu hadlayo qabyaalada walaalayaal marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri innamal mu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinti waa walaalo ilaahi dadka mu'miniinta meel ay joogaan oo dhanba alla subxaanahu wa ta'aala ku in la walaalayihiin kuwa wada dhasheen maxaa marka wax weynay maanta aan oran karnaa marka ee marka abti iyo adeer iyo ehel iyo xigaal oo meel ilaahay wada dhigay arrinkaasi wax weyn waa arrin uu ka damqan karo oo uu ka calool xumaan karo qof kasta oo damiir iyo islaamnimo iyo iimaan ku jiro waxaan runtii ku baaqaynaa oo arrinta akideynaa
إن مركور إلهي سبحانه وتعالى أن أصول الله بنقه أن كل صول الله من راح دير الإسلام كا محايا لي يرمى ذم بهش قبيلة ذا يراه لي لجو يراي وين نجاره بتدين تينو سر علماء مركا آد وجهد من شيخ يا مكالمة جوري وربعين تعشق تيفي بورنا